البنتاغون تحرك داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، وذلك من أجل حث الإدارة الأمريكية الحالية لاتخاذ إجراءات أكثر حزما وأكثر قوة لردع الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق وفي سوريا. هذا التحرك جاء مباشرة من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي. المونيتر كانت قد نشرت تفاصيل ما تحدث به، وهو أساسا قد جلس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، ووجه له سؤالا من قبل السناتور جاكي روزن، وهي ديمقراطية من ولاية نيفادا، وسألته ببساطة للجنرال مارك ميلي: ما رأيك وما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ردع الفصائل المسلحة المقربة من إيران وإيران من استهداف القوات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط؟ ما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذا في إشارة لما جرى الأسبوع الماضي من هجوم بطائرتين مسيرة، كما تحدثت المونيتور في هذا المقال، على مطار الميلان في سوريا، والذي أدى في نهاية المطاف إلى مقتل متعاقد أمريكي وجرح متعاقد آخر، وكذلك جرح العديد من الجنود الأمريكيين. الجنرال مارك ميلي كان واضحا جدا وقال بأن علينا استهداف فيلق القدس الإيراني المنتشر في المنطقة بقوة، وأن نتعامل معه بقسوة عندما يقومون بمهاجمتنا، وعندما نضرب بشراسة بالنسبة لفيلق القدس الإيراني، لأن هذا ببساطة سيدفع الفصائل المسلحة المقربة من إيران ألا تفكر مرة أخرى في عملية استهدافنا، وأن فكرت في عملية الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة كما فعلت مثلا مع مطار إرميلان، فإنهم سيضطرون للقيام بهذه العملية، سيضطرون لعملية التفكير ليس فقط لمرتين أو ثلاث مرات، وإنما لعشر مرات لكي يقوموا بهذا الهجوم. لذلك يجب أن نضرب فيلق القدس الإيراني، ونحن نخطط ونعمل على هذا الأمر، كما تحدث هذا الجنرال الأمريكي المهم. وتصريحاته تأتي بعدما نشرت نيويورك تايمز تفصيلات مهمة للغاية عما جرى في مطار إرميلان، نوعا ما على ما يبدو بأنه أزعج الجنرال الأمريكي أو حتى البنتاغون الأمريكي لكي يرسل هذه الرسالة، فإن الضربة التي جاءت في مطار إرميلان الذي نتحدث عنه أدى إلى مقتل المتعاقد الأمريكي. ردت الولايات المتحدة الأمريكية إلى غرب نهر الفرات على دير الزور تحديدا في تواجد ومواقع تواجد الفصائل المسلحة المقربة من إيران، أدى إلى مقتل أكثر من 20 من هذه الفصائل المسلحة. عادت الفصائل المسلحة لتوجه ضربات أيضا على القوات الأمريكية، أدت إلى جرح جندي واحد. والولايات المتحدة كانت تخطط، القيادة المركزية الأمريكية، وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لعملية الرد على جرح هذا الأمريكي، ولكن فجأة جاءت الأوامر من البيت الأبيض: توقفوا، لا تقوموا بهذه الضربة، ولا نريد التصعيد مع إيران أو مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران، ونريد التركيز على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وهذا هو ما سبب الكثير من الاعتراضات لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثل مايكل مالوري، وهو كان مسؤولا كبيرا أساسا في سياسات الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاغون، قال: عندما تضرب اضرب بقوة، لديك القرار الكامل للقيام بهذا الأمر، وما قمت به يا بايدن ليس كافيا لردع هذه الفصائل المسلحة من القيام بمهاجمتنا مرة أخرى، بالعكس أنت تعطيهم فرصة وترسل لهم رسالة للقيام بالهجوم الذي يريدون حقيقة تنفيذه ضد القوات الأمريكية في المستقبل. وبالتالي ما يتحدث عنه الجنرال مارك ميلي واضح بأن هذه رسالة قادمة تجاه الإدارة الأمريكية، بأن علينا أن نتعامل بحزم كبير تجاه إيران وفيلق القدس والفصائل المسلحة، وهذا ما ذكره طبعا بحسب المونيتور. على الولايات المتحدة أن تستهدف فيلق القدس بقسوة من أجل ردع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها الفصائل المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في سوريا والعراق في المستقبل. وهذه التصريحات وهذا الكلام أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي هو يأتي متزامنا مع عملية تصويت شهدها الكونغرس الأمريكي، وتحديدا مجلس الشيوخ الأمريكي صوتوا على إلغاء تفويض استخدام القوة في العراق الذي استخدم في عملية غزو العراق في عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش. ولكن نفس هذا التفويض الذي
تم التصويت عليه وتم التصويت على إلغائه استخدم أساسا ضد قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني بقرار مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب. ولاحظ جنرال مارك ميلي يتحدث هنا عن فيلق القدس، والقرار استخدم لاغتيال الجنرال الإيراني السابق طبعا وهو قائد فيلق القدس الإيراني سابقا. وبالتالي هنا السؤال الذي بدأ يطرح، هل لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إلغاء هذا التفويض ما يكفي لضرب فيلق القدس الإيراني كما يتحدث طبعا الجنرال مارك ميلي؟ هذا هو السؤال الذي يطرح، وهذا هو أساسا كان السبب الذي جعل الجمهوريين رغم نجاح التصويت بالغالبية بأكثر من 60 صوتا لإلغاء هذا التفويض الذي استخدم لغزو العراق أساسا، بأن هنالك كانوا معترضين، جزء من الجمهوريين معترضين على هذه المسألة في مجلس الشيوخ، وأبرز هؤلاء الجمهوريين هو زعيم الجمهوريين نفسه في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، اعترض تماما وقال أنا ضد أي عملية تصويت، ضد أي تفويض لاستخدام القوة في الشرق الأوسط بشكل عام، لأننا نصوت على هذا القرار وفي نفس الوقت نتعرض إلى الهجمات بالطائرات المسيرة والضربات الصاروخية وغيرها، وبالتالي يجب على الرئيس الأمريكي أن يمتلك الكفاية ويمتلك ما يكفي من التفويضات من الكونغرس الأمريكي للقيام بردع هذه الفصائل المسلحة وإيران من القيام بمثل هذه العمليات. وهو لم يتحدث بهذه المسألة حبا بالقرار القديم، هو يريد بديلاً. الجمهوريين يريدون بديلا لهذا القرار الذي نتحدث عنه، والواشنطن إكزامينر كانت قد وثقت آنذاك أثناء مسألة التصويت بأن الجمهوريين سعوا لعملية تعديلات على التفويض الذي طبعا تم التصويت عليه على إلغائه، حاولوا أن يعدلوا هذا القرار وجعله موجه مباشرة ضد إيران وضد الفصائل المسلحة، وواحدة من التعديلات بل التبديلات التي كانوا يبحثون عنها هي جاءت عن طريق هذا الرجل السيناتور الجمهورية المعروف ليندزي غراهام، هو كان قد تحدث بهذا الشكل ولاحظ التعديل الذي كان يبحث عنه بحسب الواشنطن بوست. لاحظ كان اقتراح غراهام استبدال التفويض الخاص بالعراق بتفويض يسمح صراحة باستهداف الفصائل المدعومة من إيران في العراق. لاحظ التركيز على العراق هنا لأن العراق هو نقطة الانتقال من إيران إلى طبعا سوريا ولبنان كما تراها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي غراهام حاول، الجمهوريين حاولوا، ولكن كل هذه المحاولات رفضت وانتهت وتم التصويت ضد هذا القرار في مجلس الشيوخ الأمريكي. ولكن هل انتهت هذه القصة؟ لا أبدا، فالتصويت على مشروع إلغاء الـ AUMF Authorization for Use of Military Force لعام 2002 الذي نتحدث عنه تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، ولكنه الآن انتقل إلى مجلس النواب، وفي مجلس النواب كما نعلم أن الأغلبية هناك جمهورية وقد يتطابقون نوعا ما أو قد يبحثون عن الأمور التي بحث عنها الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لاستبدال هذا القرار، لتعديل هذا القرار، لإبقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن قادرا على الردع عندما يتطلب منه هذا الأمر، لأن ليس من الواضح إذا ما كان لديه الآن القدرة على عملية الرد إذا ما تعرض إلى هجوم كبير، وتعرضت القوات الأمريكية إلى هجوم كبير أساسا في الشرق الأوسط. طبعا مارك ميلي الجنرال الأمريكي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لم يقف فحسب ولم يتحدث فحسب أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وإنما ذهب أيضا ليتحدث أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الذي تأتي أغلبيته طبعا من الأغلبية الجمهورية. وطبعا CNN الأمريكية كانت قد كشفت طبيعة وثبتت طبيعة ما تحدث به، وهو تحدث أن هنالك تحولا كبيرا يأتي في منطقة الشرق الأوسط. قال بحسب معلوماتنا الاستخبارية الصين وروسيا وإيران تتقارب بشكل كبير أشبه بالحلف، وقال هو ليس حلفا حقيقيا ولكنها تتقارب بشكل كبير، وهذا يشكل خطرا علينا في منطقة الشرق الأوسط وسيؤدي إلى متاعب كثيرة بالنسبة لنا، وخاصة أن المملكة العربية السعودية ذهبت باتجاه مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وعادت باتفاقياتها أو عادت بعلاقاتها الدبلوماسية مع إيران برعاية صينية مباشرة، والصين أصبحت هي التي تقود عملية العلاقة والأمور الدبلوماسية، بل إن حتى سفير المملكة العربية السعودية يوم أمس ظهر مع السفير الإيراني في بغداد على وجبة الإفطار بهذا الشكل الذي ترونه في رسالة واضحة بأننا متقاربين، بأن الأمور تغيرت، نحن نسعى إلى عودة العلاقات الدبلوماسية ولن يكون هنالك فشلا، بل إن حتى السفير السوري
في بغداد أيضا ظهر مع السفير السعودي والسفير الإيراني يوم أمس في رسالة كبيرة وفي صورة واضحة عن طبيعة المتغيرات القادمة في منطقة الشرق الأوسط. وحتى أن المملكة العربية السعودية يوم أمس بحسب وكالة رويترز وافقت على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون. هذه المنظمة انضمت إليها أساسا إيران العام الماضي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد حضر هذه المنظمة المهمة للغاية، وبالتالي كل شيء حول العراق بدأ يتغير. وعندما يتغير كل شيء حولك فأنت مضطر للتعاطي مع هذه التغيرات، وهذا ما تعيه الولايات المتحدة الأمريكية تماما. وحتى أن روسيا بدأت تحاول من استغلال هذه المسألة بحسب تفاصيل أيضا نشرت من الميدل إيست آي البريطانية بأن هنالك تحركا روسيا تجاه العراق، صدق أو لا تصدق. فروسيا لديها مشكلة في مسألة العمل في سوريا تحديدا، ولديهم طبعا هم قوات في سوريا ويحتاجون إلى تعزيز هذه القوات، ولكن المشكلة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية هم لم يعودوا قادرين على عملية شحن الأسلحة الخاصة بالقوات الروسية وتعزيز وضع القوات الروسية من السلاح وغيرها والعتاد والجنود في الداخل السوري، لأن تركيا أوقفت عملية الطيران ومنعت طبعا روسيا من عملية التحليق بهذا الشكل عبر الأجواء التركية إلى سوريا، وذلك طبعا لأن تركيا هي عبارة عن عضو في حلف الناتو وهنالك حرب في أوكرانيا منذ أبريل عام 2022 العام الماضي، أي بعد شهرين تقريبا، حتى أقل من شهرين من بدء الحرب الروسية الأوكرانية أوقفوا هذه الإمكانية ومنعوا روسيا من التحليق فوق الأجواء التركية. وعلى هذا الأساس حاولت روسيا إقناع العراق في زمن رئيس الوزراء العراقي السابق السيد مصطفى الكاظمي أن تأتي هذه الشحنات عبر الأجواء العراقية بهذا الشكل الذي ترونه هو تأتي إلى سوريا، ولكن طبعا السيد مصطفى الكاظمي رفض هذه المسألة بحجة بأن هذا الأمر سيؤدي إلى خطر ويشكل خطرا على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في العراق، ونحن في العراق في غنى عن أي صراعات من هذه الصراعات التي ممكن أن يصل إليها العراق. ولكن في نفس الوقت أن الزيارة الأخيرة وهذا ما كشفته أساسا الميدل إيست آي البريطانية عن مسؤولين ودبلوماسيين عراقيين مطلعين حتى مستشارين للرئيس الوزراء العراقي السيد محمد شاع السوداني تحدثوا من دون ذكر أسمائهم إلى الميدل إيست آي عن هذه المسألة، قالوا بأن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي في زيارته الأخيرة إلى العراق ناقش ثلاث ملفات، واحدة من أهم هذه الملفات هي مسألة نقل الأسلحة عبر الأجواء العراقية بهذا الشكل إلى سوريا، لأنها ستكون مفيدة للغاية لروسيا، ستقلل التكاليف، تقلل الأعباء، الوقت وغيرها. والعراق وافق، بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي الحالي وافق على هذه المسألة، وأصدروا بحسب الميدل إيست آي ثلاث تراخيص إلى هذه الطائرات لكي تحلق فوق الأجواء العراقية، ولكن التسليم لهذه التراخيص لروسيا جاء متأخرا وتأخر كثيرا إلى درجة أنه قارب وشك على الانتهاء ونفاذ الصلاحية لهذه التراخيص وسلمها العراق. العراق سلمها متأخرا بشكل كبير، وهذا طبعا ما جعل روسيا ألا تستفد من هذه القضية، ولكن الأمور لا زالت تحت النقاش بالنسبة لروسيا وبالنسبة للعراق للقيام بمثل هذه الرحلات. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تراقب كل صغيرة وكبيرة مع التطورات التي تأتي على الحدود العراقية السورية، هم مستنفرين تماما من كل المتغيرات التي تأتي في هذه المنطقة. فظهرت على سبيل المثال طائرات الريفت جوينت RC-135 ريفت جوينت، طائرات الاستخبار الإلكترونية الأمريكية فوق الأجواء العراقية وهي تراقب الحدود العراقية السورية بشكل مكثف بهذه الطريقة التي ترونها، وهي تراقب، لاحظ كيف هي تتحرك فوق راوة وكذلك بالقرب من القائم بهذا الشكل فوق طبعا محافظة الأنبار وتراقب، واضح جدا من الحركة الخاصة بها هي تراقب هذه المناطق التي ترونها، تراقب البوكمال، تراقب الميادين، وتراقب ما بعدها ألا وهي دير الزور، أي حركة تأتي من الفصائل المسلحة عبر الحدود، مثلا حدود القائم البوكمال أو حتى حدود المعبر الإيراني الذي كان سببا في عملية تراشق الضربات الأسبوع الماضي طبعا، فإنهم حقيقة يراقبون كل شيء. وهذا التاريخ لهذه التحركات التي ترونها بحسب الفلايت رادار 24، عندما تجدها ستجدها أنها في 28 من مارس قبل 48 ساعة هذا التحليق يأتي بهذا الشكل. أيضا كان هنالك تحليقا آخر، لاحظ أن الطائرة تأتي من الخليج العربي، قد تكون قادمة مثلا من قاعدة العديد القطرية، قادمة بشكل خاص لعملية المراقبة
العقبة التي تأتي هنا على الحدود العراقية السورية، تراقب ما يجري في الداخل السوري، ما هو القادم من الداخل العراقي إلى الداخل السوري، وأيضا ما الذي ممكن أن تخطط له الفصائل للقيام من هجمات بالمستقبل إن كانت طائرات مسيرة أو صواريخ أو غيرها. بالتالي هنالك استنفار في هذه المنطقة، والطائرة هنا التي ترونها هي نفس الطائرة التي تحدثنا عنها، وهي الريفت جوينت، طائرة الاستخبار طبعا الأمريكية. والأرض السورية أصبحت فعلا نقطة للمواجهة كبيرة، والأمريكيون ليس لوحدهم، هم الذين يراقبون ما يجري في الداخل السوري، بل أيضا إسرائيل قامت بالعديد من الهجمات الغامضة بالطائرات المسيرة طبعا التي هي الخاصة بهم من دون أي إعلان. الأوساط السورية دائما تقول أن إسرائيل تقوم بمثل هذه الهجمات، وصدق أو لا تصدق، صباح هذا اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كان هنالك هجوما بحسب وكالة الأنباء السورية من ضربات إسرائيلية مباشرة كانت قادمة على العاصمة السورية دمشق، وجاءت اللقطات بهذا الشكل للضربات التي حتى هذه اللحظة لم يعرف حقيقة ما جاء من هذه الضربات، ولكن واحدة منها يعتقد بأنها جاءت على مستودع للأسلحة لمواجهة الأسلحة ولمواجهة شحن الأسلحة الذي يأتي عبر العراق إن كان على مستوى البري أو حتى على المستوى الجوي. التفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء السورية قالت أن الطائرات الإسرائيلية ببساطة كانت قد جاءت وحلقت فوق الجولان التي ترونها هنا، وقاموا بتوجيه ضربات عنيفة على كفر سوسة في دمشق وكذلك على حي الميدان في كفر سوسة. بعض الأنباء القادمة من الداخل السوري كانت قد تحدثت بأن هنالك رتلا خاصا كان يحاول الدخول إلى نقطة معينة في كفر سوسة، ألا وهو المربع الأمني في كفر سوسة، وجاءت الضربة ضد هذا الرتل. وعادة يعتقد بأن هنالك شخصيات مهمة كانت تستهدف إسرائيل في هذا الاستهداف، لكن الاستهداف الثاني يعتقد بأنه قد جاء ضد مستودع للأسلحة في حي الميدان. لازلنا ننتظر ما الذي ممكن أن يأتي من هذه الضربات، ولكن بشكل عام الضربات الإسرائيلية تأتي على الشحنات الإيرانية. إيران تنقل السلاح إلى الداخل السوري إن كانت قادمة طبعا عبر الأجواء العراقية، إن كانت قادمة إلى دمشق أو إن كانت قادمة إلى حلب. فبالحديث عن حلب على سبيل المثال، في 22 مارس كنا أمام ضربات إسرائيلية جاءت عبر البحر المتوسط على حلب تحديدا وعلى مطار حلب. هنا هذا هو مطار حلب الذي ترونه، وإحدى الضربات طبعا جاءت على مطار حلب بشكل كبير، ودعونا هنا نقترب من مطار حلب. طبعا الضربة أدت إلى إخراج مطار حلب عن الخدمة لمدة 2 يوم، وستلاحظون بأن هذه هي حلب، هذا هو مطار حلب، الضربة جاءت على مطار حلب، والضربة جاءت أيضا على مطار النيرب العسكري. ولكن كانت هنالك نقطة بهذا الاتجاه قد ضربت، تبدو مستودعا ومخزنا كبيرا بهذا الشكل، عندما تقترب منه فإنه يبدو مستودع كبير. هذا المستودع قد ضرب من قبل الإسرائيليين أثناء ضرب مطار حلب ومطار النيرب العسكري الذي تحدثنا عنه، وهذا أصبح واضحا. وكيف عرفنا هذا الأمر؟ أصبح واضحا من تحديثات الأقمار الصناعية مما جاء من هذه الضربة. لاحظ، هذه قبل وهذه بعد، لاحظ كيف الدمار قد جاء بالنسبة لهذه النقطة، وهذا يوضح أنها نقطة لتخزين السلاح جاءت من مطار حلب مباشرة إلى هذه النقطة وضربتها إسرائيل. الشحنات ممنوع أن تمر بالنسبة للأسلحة الإيرانية إلى سوريا، ولكنها مستمرة والمواجهة مستمرة على أعلى المستويات، بل إن الشحنات الإيرانية مستمرة ليست فقط إلى سوريا، بل إنها مستمرة إلى روسيا، صدق أو لا تصدق. تفاصيل قادمة من نيوزويك الأمريكية تحدثت أن طائرات 136 حتى هذه اللحظة لا زالت تصل إلى الداخل الروسي في تفاصيل قد نشرت اليوم كما تلاحظون، هي في 30 مارس اليوم هذا الحديث. ونقلت طبعا هذه التفاصيل عن مركز المقاومة الوطنية الأوكراني، وقالت الرحلات الجوية المستأنفة حديثا من إيران إلى موسكو تشمل على الأرجح طائرات شاهد انتحارية بدون طيار. بل ما هو أخطر أن التفصيل الخطير الذي نشر هنا بأن قوات فاغنر التي ترونها هنا بدأت الآن تتدرب على استخدام طائرات شاهد 131 الإيرانية، وهذا قد يغير الكثير من معادلات المعارك التي تجري مثلا في دانييتسك في باخموت على سبيل المثال. فطبعا الأمر هذا يفتح بابا كبيرا لقوات فاغنر ليس في مسألة السيطرة على باخموت، باخموت على وشك أن تسقط التي ترونها هنا، ولكن هذه الضربات ستكون طبعا والطائرات إذا ما قامت بالتدرب بسرعة عليها القوات فاغنر فإنها ستستخدمها في عملية استهداف ما بعد باخموت، هذا هو الأهم، مثل هذه المناطق التي ترونها على سبيل المثال تشازفيار، أن يقوموا بعملية ضرب تشازفيار بضربات عنيفة
أو حتى النقاط التي ترونها من سلوفيانسك هنا إلى هذه المناطق كراماتورسك وغيرها، أن يقوموا بعملية استهدافات كبيرة لهذه النقاط التي ترونها أمامكم وهذه المدن، لأن هذه المدن والسيطرة عليها سيعني السيطرة على دانييتسك بأكملها أو نسبة كبيرة من دانييتسك، وتنهي هذه المعركة وتساعدهم على المستوى البري لتحقيق الكثير من هذه المعركة. وبالتالي لاحظ كيف إيران تلعب أدوار ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما تعمل بأدوار كبيرة أيضا مع الأوكرانيين وضد الأوكرانيين وضد حلف الناتو بشكل عام.